لكن الرحمن هذا اسم اختص به الله تبارك وتعالى، اسم اختص الله تبارك وتعالى به. الرحمن على العرش استوى، العرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو من أعظم المخلوقات طهرا، ولذلك استحى أن يستوي الله جل وعلا عليه، مع استصحاب أمور عدة. أولها أن الله أخبر وقوله الحق أن هذا العرش له ملائكة يحملونه، قال جل وعلا في غافر الذين يحملون العرش، وقال جل وعلا في الحاقة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الاستصحاب الثاني أن حول العرش ملائكة آخرون، أن حول العرش ملائكة آخرين لا يحملون العرش ولكنهم يطوفون به، قال الله في غافر الذين يحملون العرش، هذه طائفة، ومن حوله أي ومن حول العرش من الملائكة، هذه طائفة أخرى. الاستصحاب الثالث أن الله جل وعلا استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، أخبر عن ذلك في كتابه الذي أنزله على خير رسله. لكن يبد مع هذا كله أن يعلم ويستقر في القلوب أن الله جل شأنه غني عن العرش، غني عن حملة العرش، غني عن من يطوف حول العرش، والعرش وحملته ومن يطوفون حوله وكل الخلق سواهم كلهم مفتقرون إلى الله جل شأنه. ولهذا قال جل شأنه وترى الملائكة حافين من حول العرش، ماذا قال؟ قال يسبحون بحمد ربهم، هذا في الزمر. وقال في غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، فأخر لفظ الإيمان وقدم لفظ التسبيح. لما قدم لفظ التسبيح؟ حتى لا يتوهم متوهم أن الله فقير إلى العرش أو إلى حملته، بل إن الذين يحملون العرش أنفسهم حملة العرش هم يقولون سبحان الله وبحمده، أي ينزهون الله جل شأنه أن يكون جل وعلا فقيرا إليه. فالله جل وعلا غني حميد، غني عن العرش وعن حملته وعن من يطوف حوله، غني عن الخلق أجمعين. قال ربنا الرحمن على العرش حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله